بندر من حائل، تفضل يا أخي بندر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يا شيخ، هل قول الله سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون، هل هو على سبيل الذم أم أنه يجوز التحزب وإنشاء الأحزاب وما إلى ذلك؟ شكرا يا أخي. الله أمرنا بالاجتماع على طاعته سبحانه وتعالى، وأن نكون أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ونهانا عن التفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فعلينا أن نجتمع على طاعة الله عز وجل، ومن فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. فعلينا أن نجتمع على طاعة الله وعلى أمة الإسلام ولا نتفرق. والله جل وعلا قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما قوله تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، هذا من باب الذم، لأنهم لم يكفي أنهم تفرقوا، بل كتبوا كتبا كل واحد يؤيد ما هو عليه بالحجج الباطلة والترويجات الكاذبة، ويعتمدون على كتبهم الباطلة وأنها تخالف ما عليه الآخرون، وهذا لا يجوز. الله أمرنا أن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نكتب كتبا من عندنا نختص بها دون الآخرين. نحن أمة واحدة، كتابنا واحد وهو القرآن، والله جل وعلا أنزل القرآن ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً.